اليوم انعقدت الندوه الصحفيه اللي علت عليها التنسيقيه ديال جمعيه وسط التنميه المغرب والهيئه الوطنيه لحمايه المال العام والشفافيه بالمغرب من اجل تسليط مزيد من الضوء والاجابه على تساؤلات امام الراي العام وبحضور ديال المؤسسات الدستوريه الرقابيه بالبلاد اللي تم بعث اليها التقرير من برلمان رئاسه الحكومه البرلمان بغرفتين رئاسه الحكومه مجلس المنافسه رئاسه النيابه العامه مجلس السلطه القضائيه مجلس الحسابات وغيرها من المؤسسات اللي هي جد هامه باش نصحوا الاختلالات اللي كيهمها قطاع التنميه بما فيها مجلس الوطني لحقوق الانسان. كنظن ان الغايه من دواء حقات المبتغى ديالها حيث ان جينا كهيئه مهنيه وطنيه باش نهضروا على مشاكل اللي كيعرفها القطاع وفي نفس الوقت للاسف ما شفناش الحضور ديال المؤسسات الرقابيه الدستوريه اللي كانت توجهت لها دعوات في هذا الاتجاه او ميم طون مؤسسات ديال هيئات ديال المجتمع المدني ديال حقوق الانسان ومحاربه الفساد اللي كنا كنتمنوا الحضور ديالهم باش يعطونا مختلف التساؤلات اللي تقدر تكون عندهم وايضا مختلف الاجراءات اللي يقدروا يتخذوها باش يوضحوا الراي العام في نفس الوقت المساهمه ديالهم باش نصحوا هذه الاختلالات اللي كتهم كل شرائح المجتمع. فقطاع التنميه كما كنعرفوا قطاع اللي هو جد مهم بالنسبه للتماسك الاجتماعي، كاين ورش ملكي اخر اللي هو كيهم التغطيه الصحيه الجماعيه، خصنا نخرطوا فيه باش نساهموا باش يكون عندنا فعلا تغطيه متينه حقيقيه ماشي تغطيه صوريه فقط ان مسجلين في الضمان الاجتماعي، ولكن التغطيه لا توازي المصاريف الحقيقيه اللي كنهضروا. وخصنا شركاء ديال القطاع الصحي من دكاتره وغيرهم ومراكز استشفائيه والمشاكل اللي كيعانيها المواطن المغربي امام الاستشفاء الخاص وبالنسبه للاستشفاء العمومي. فهنا يعني كتبقى علامه استفهام على غياب هذه المؤسسات رغم ان الكل كيدعي انه كيحارب الفساد وكيساهم في المحاربه ديالو من الجانب ديالو والدستور كينص على المقاربه التشاركيه. من جهه اخرى كنتاسفوا لان في نص الوقت اللي صدر فيه التقرير ما كملش حتى 20 يوم مورا الصدور ديالو او شهر كنلقاو كيصدر كاتب العام ديال الهيئه ما يسمى بالتعليمات في الدوله المغربيه، تعليمات في التدبير ديال القطاع ديال التامين وهيئه اللي عندها نصوص واضحه ومساطر كتنظمها، تعليمات كتقول بان البيع ديال ترويج عقود التامين غيكون عبر الانترنت اللي شار ليه التقرير بانه غير قانوني وغير مشروع بدون مساطر تشريعيه توضح حقوق المؤمن لهم والواجبات ديالهم. كنلقاو بان هاد النقطه كتفيض الكاس ديال الخروقات اللي كاينه في القطاع، واجب فعلا اليوم نوقفوا باش نشوفوا ونعالجوا هاد الاختلالات اللي هي للاسف كتمس كل شريحة المجتمع وكتمس المستقبل والمقدرات ديال الاجيال السابقه. في نفس التوقيت كنلقاو بان تغيير في علامه تجاريه بحال كنغيروا ان برودوي بان اوتر اوليو دون مارك اللي كتكون هي خصها تكون كتبني عليها مستقبل الشركه، فكنلقاو شركات كتدخل السوق وكتخرج منه بشكل غير مفهوم، استثمارات كبيره كدوز يعني كيبين ان كاين اختلال كيلكو باغ، لان ممكن الشركه كتستثمر في المغرب والمغرب كيعطي حقوق استثماريه من اجل انها غتغادر التراب الوطني في عبود اربع سنوات وخمسة سنوات. فهنا كنقولوا كنناشدوا جميع المؤسسات انها تنخرط من اجل فعلا نعقدوا مناظره وطنيه اللي يشارك فيها جميع المتدخلين من اجل انقاذ وتصحيح القطاع. وبهذه البدايه ديال اليوم كنظنوا ان راه خص اعاده نظر وتدخل ديال الاراده العليا في البلاد، لان هذا الشيء اللي كاين في القطاع لا يبشر بالخير